بعيدا عن الرياضة وبالعودة إلى الطبيعة، يعتبر التداوي بالأعشاب من العادات التي بقيت راسخة في بعض المجتمعات العربية نتيجة لكثرة الأعشاب التي تنبت فيها، وتجربة تونس واليمن مع الطب البديل خير مثال. الطقس بارد، صحيح، فما رأيك الآن في كوب من مشروب اليانسون أو النعناع الساخن؟ حقيقي، فتلك الأعشاب قادرة على أن تداوي ألمك ومرضك، عادات قديمة بقيت راسخة في حياة الشعوب يتناقلها جيل بعد جيل، وعن التداوي بها فاسأل المجتمع التونسي نتيجة لكثرة الأعشاب به والتي يفوق عددها 200 نبتة برية تستخدم في العقاقير والتداوي. هذوما نباتات طبيعية يطلعها مربي بعلي، لا برودوي شيميك ولا اونغري ولا حتى شيء، وثم بعد ذلك عطاو البرشة نتيجة البرشة عباد، ولله الحمد الناس كل برات. وتحديدا سوق البلاط ستجد العديد من المستحضرات الطبية المستخرجة من النباتات الطبيعية، وفي هذا السوق سورتو احنا نسكنوا في الهكا في العاصمه ولينا ننتج طب البديل، خاطر شفنا فما ميديا حكيت عليه ولينا نجربوا بشويه بشويه، تبدلت عوايدنا ميم حتى في الماكله، ولينا نحبوا ناكلوا الكومبلي والنخاله اللي كانوا قبل ما ياكلوهمش، دونك رجعنا للناتشورال شويه للطبيعه. يجد كل مريض ضالته، فالدكاكين تمتلئ بالادويه حتى وان كانت الامراض المستعصيه والمزمنه، وكل هذا تحت مسمى الطب البديل. الشرائح نتاع العباد اللي جيني كل شرائح، عندي مرض السرطان لقيت له بحول الله بالاعشاب الطبيه مداوات بها. ومن تونس الى اليمن، تختلف البلاد لكن مفعول الاعشاب واحد، فيعتبر اليمنيون ان التداوي بالاعشاب طبا بديلا واحد الحلول السريعه الموثوقه للعديد من الوعكات الصحيه. بالنسبه للاعشاب الاقبال عليها كثير، والناس التقات الاعشاب اكثر من الاقل الكيماويه، والان يعني منذ زمن قديم اليمن فيها اعشاب طبيعيه، من الاعشاب الطبيعيه البردغوش. البردغوش يستخدم علاج تنحيف، علاج مهدئ، علاج الالتهابات، علاج للمعدة. قرب وشوف، فوائد صحية وروائح عطرة تختبئ في أوراق الأعشاب الجافة. استخدمت الأدوية الأعشاب هذه، كان عندي بواسير وعندي التهاب في المفاصل، والحمد لله الآن تعالج تمام منها. أما العلاج هذا الكيماوي غالي وإذا ما قدرناش على شراء، الحاجة الثانية كمان ما نستفيد منه. التداوي بالطبيعة له فعالية عالية إن استخدمت بمكانها ووقتها المناسبين دون أي مواد كيميائية أو صناعية، وذلك لرخص ثمنها مقارنة بأسعار الأدوية المصنعة كيميائيا والتي تباع بالصيدليات. برضو هذا الأعشاب الحريم يستخدموه طبعا للزينة وطبعا للوجوه والكريمات برضو يمشوا ما شاء الله. انتهى الحديث، والآن لا تتردد في صنع كوب من الأعشاب حسب ذوقك، قادر على أن يبدل الحال ويدفئ جسدك ويقيك من أمراض الشتاء ويهدئ الأعصاب. أي عبد العزيز، نهار اليوم.